أضاءت وزارة الخارجية مبناها بكلمة احتفالا بيوم المتوسط وهي كلمة مدي والذي تتشارك مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في الاحتفال به وتحتل مصر مكانة فريدة في منطقة المتوسط بموقعها المتميز وتاريخ التواصل الثقافي والحضري بين شعوب المنطقة على أرضها وتعد مدينه الاسكندريه ومكتبه الاسكندريه شاهدتين عليه عبر العصور وقد اهتمت مصر بالدعوه لوحده متوسطيه منذ تسعينيات القرن الماضي ولعبت دورا كبيرا في نشاه المؤسسات المتوسطيه الحاليه وابرزها الاتحاد من اجل المتوسط ومؤسسه اناليندا للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينه الاسكندريه